تسموني علي جيزا. سام راح اسولفلكم على شغله الجيزا. ماكو دوله بالعالم هسه حاليا تستخدم جيزا كهرباء. هاي دول الجوار بالذات انا اقوى طاقه شمسيه. العراق ربك واهبه طاقه تحت الارض هي الطاقه الاحفوريه، وطاقه فوق الارض هي الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه يعني بالعراق عندنا المتر المربع يشغل المتر المربع الواحد يشغل سبلت او الواحد. تخيل الكهرباء الساقطه على الكره الارضيه لمده ساعه تكفي البشريه لمده عام كامل. تخيلوا هذا الطاقه الكهربائيه المتحوله من الطاقه الشمسيه الساقطه على الكره الارضيه لمده ساعة واحدة تكفي البشرية لمدة عام كامل. عدد البشر وصل هسه حاليا ما جت فينيس بالبرازيل صار يوم 15/11 صار عدد البشرية هو 8 مليار. دخلنا هسه حاليا 8 مليار و40 مليون هالفترة هاي كلها. فالثمانية مليار أساتذتنا الأفاضل والسيدات الفاضلات، 8 مليار مدى تقدم الأمم يقاس بمدى استهلاك الفرد للكهرباء مقابل منتج. يعني أنا مو أستهلك كهرباء بس مقابلها ما. العراق مع الأسف من الدول القليلة اللي يستهلك كهرباء بس ما منتج. عدد المصانع المتوقفة وصل إلى 80,000 مصنع وورشة. هاي المصانع إذا اشتغلت حسبتها الشغل تقريبا 4 مليون عاطل عن العمل. إذا الحل بدينا احنا نقدر طبعا.